يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وليلا وفي الصباح الباكر يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت.